أخبار اليوم. بالمناسبة إنه كل العالم عم تحتفل عم بشارك الأمم المتحدة بعيد ميلادها 70 التزامهم بهاي القضية وبالتزامهم بهاي المؤسسة، وكمان تأكيد للمؤسسة إنه هي حتنظر لإجازاتها إجازاتها في الماضي وحتستفيد من الأخطاء اللي عملتها بالماضي، وكمان تنظر إلى الإصلاحات اللي لازم تتم فيها عشان تقدر تجاري وتقدر على التحديات الحالية والمستقبلية اللي احنا عم نواجهها وممكن يواجهوها أولادنا كمان. فكيف ممكن تغير نفسها أو تصلح نفسها لتكون أكثر قوية وأكثر قادرة على دعم الشعوب؟ احنا كتير سعيدين كتير سعيدين إنه هذا اللون عم بملي العالم كله. بتعرف إنه ابتدى بنيوزيلندا وأستراليا وحيضلوا مكمل على طول مدار الساعة، كل ما تصير الساعة وقت العشاء أو متأخر أكثر كل شوي بلد عم تضوي أزرق وأزرق وأزرق وأزرق. فزي كأنه الموج اللي عم تيجي العالم وهي موجة الأمم المتحدة، يعني إحنا عالم بغض النظر عن كل الصراعات وكل الحروب وكل اللي عم لها، في أشياء بتوحدنا وهي القيم الإنسانية تبعت قيم الأمم المتحدة.